اللقب على الأبواب، أسبوع يفصلنا عن الاستحقاق الكبير. فما هي الأحداث التي سجلتها الأكاديمية طيلة هذا الأسبوع؟ الأكاديمية تودع رافائيل. يا حنان كسر الشباك، استنى شوية. انتي اثبت غرفتي. حنان وحنين لرافائيل. ليك يا عم حس تبكي قطعت قلق قلب العالم كله. اشتقت لرافائيل كتير سانت جراس. وهو اشتاق لي كتير. إلي إليا طالب من جديد في الأكاديمية. وما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء ولا التشريق. عائلة الـ SOS تجتمع مع عائلة ستار أكاديمي. ليا مخبول استعادت ذكرياتها في الأكاديمية مع الطلاب. حنان تطلب يد رافائيل من والدته. هلأ بس اطلع من الأكاديمية أوكي رح اطلب إيد رافائيل لأتجوزه. درة تختتم الموسم بألعابها الأولمبية. الليلة سهرة النصف نهائيات، فمن سيتأهل للحلقة النهائية وينضم إلى مروان، هايدي ومحمد عباس؟